أشكركم بداية الكريمة، ومش عارف على عكس ما توقعته شكل أشكال الأشياء مصر واحدة في تخبط المصطلحات كده، عكس ما أنا عايشه. أنا عايش إن مصر إن شاء الله ستكون أقوى وأكثر حرية، والشعب المصري اللي أعظم ما فيها هو هذا الشعب والثروة البشرية في مصر، لن يسمح هذا الشعب بأن يقود أي طرف مهما كان، لا من هم في السلطة الآن ولا من هم خارج السلطة، إلا بالطريق الصحيح. الشعب اللي ألهم الدنيا كلها بثورة 25 يناير، إنما تقدم الشباب المصري الطاق اللي أجيالنا كلها قالت ده الشباب بتاع الفيديو بتاع البسكويت ده ينفع يعمل حاجة، الشباب ده مش هيعمل حاجة. أسفل شباب مصر هذا الشباب الملهم للدنيا كلها واللي تقدم بروح، ولا هؤلاء الشباب روح مستشفيات ومشارع جامع مشرحة القاهرة يوم 28 لما تم الاتصال بي يطلبوا مني ثلاجات وجثث. يا سمين الشباب المصري الطاهر اللي قدم نفسه لا لشيء الا للوجان ينتمي لمصر فقط، كانش منتمي. كل الشهداء دون استثناء عملنا لهم حصر في لجنه المتضامنين كان انتمائهم العميق والوحيد لمصر، وما تمثله مصر من قيم حضاريه عظيمه كلنا شاركنا في بناء هذه الحضارة العظيمة مسلمين ومسيحيين. الشباب ده أنا شفته وهو نايم مسجل هذه الجسمين الطاهرة، واللي قبلت إيد بعضها على أرض المستشفيات لأن الدلاجات اتملت بالمستشفى. الشباب ده حينما باع روحه وباع نفسه لله من أجل هذا الوطن لا كان بيدور يبقى وزير ولا رئيس ولا بيدور ياخد مكافأة. الشباب ده مش شباب فاشل ولا يأس، واحنا عندنا حصر بمعظم الملفات بتاعتهم. كان شباب طاهر كان يستطيع ان يذهب للخليج ولاوروبا ويسير في زير ركاب الفساد والابتزاز والانحراف حتى يسر صراحة غير مشروع، لكن كله آثر ان يقدم روحه من اجل هذا الوطن. الشباب ده فخر، واللي مازال كذائبه الكبيرة ما زالت موجودة وعندها السعادة تضحي من أجل هذا الوطن دون انتماء اسم، محدش منهم كان منتمي للفصيل ده أو الفصيل ده، انتمائهم الأعمق والأشرف واللي نفخر فيه كلنا لهذا الوطن ولتراب هذا الوطن. أحمد حرارة اللي فقد عينيه الاثنين يوم ما زرته، لما فقد عينيه الثانية بيته وأبوه زميل طبيب، أمه بتحكي لي بتقول لي يا دكتور عمونا هو نزل يوم 28 فقد عينه، هو طبيب أسنان شاب، والده ووالدته نموذج للأسرة المصرية اللي بتربي ولادها صح، واللي بتشقى عشان تربي ولادها، واللي بتشقى وتتكسب لقمة عيشها بالحلال. هذه الأسر المصرية اللي بتشكل عدد هائل من أبناء مصر. نزل احمد يوم 28 فقد امينه، ويوم 19 نوفمبر لما تم العدوان على اسر الشهداء اللي كانوا ما يكملوش 200 واحد قدامه جمع التحرير، راح واحد احمق من رجال الشرطه بقوات امن يعتدي عليهم ليسيء لجهاز وطني كبير هو جهاز الشرطه المصريه اللي حتى الان البعض يريد ان يحول دينه بان يحقق ويقوم بواجب الوطن اللي هو بيعتز بيه. فنزل احمد لما سمع امه قالت له يا احمد انت رايح فين يا ابني؟ انت فقدت عين، كفايه باين عين واحده تعيش فيها. تمدد مهنتك ايه؟ باسين امه قال لها يا ماما ادعي لي اكون شريك. ونزل يتطاول مع اسر الشهداء اللي ما فيش حد منهم قريب ولا صاحبه ولا في صله قرابه. امتداد للعمق المصري الحضاري اللي بيملا قلوب ونفوس معظم المصريين. ونزل يوم 19 نوفمبر ففقد امين الدنيا. احمد كان قاعد هو واخواته الاثنين معايا وخاله وعمه والده ووالدته
بمنتهى قوه معنويه. لما بقول لاحمد انت ما بتعملش ليه بتوع الاعلام يشتكوا ان انت مش راضي تبيعهم؟ قال يا دكتور عبد انت عاوز نتاجر بتصدي؟ انا اديت عين الاثنين من اهل مصر، مش عاوز تمام، مش عاوز اتاجر بيه، مش عاوز ابان ان انا بطل، انا خدمتهم لله وللوطن، مش عاوز حاجه. يا اخواننا مصر دوله عظيمه لا لها ان نفخر بشعبها والناس، وان المظاهر اللي كلنا بنشتكي منها الان وكان في ما هو اسوء منها قبل الثوره، مظاهر اللي بتشتكي منها الان وكان املنا حبا لهذا الوطن ان المظاهر دي تختفي، فلقينا بعضها ما زال موجود. تعبر عن حاله مخاض ديمقراطي لشعب صوب الحق في التعبير وكتم على انفاسه عشرات السنين وحيل بين الشرفاء من ابنائه اللي بيملأوا دواوين هذا الوطن، دواوينه الشعبيه ودواوينه الرسميه، لكن كان يحال بينهم وبين ان يعبروا عن حبهم لخدمه هذا الوطن، حتى يطلق المجال فسيح ومفتوح للفاسدين والمستبدين وخدمت القهر والعدوان والفساد. هذا الشعب مليء بالوطنيين المخلصين اللي سبقنا بعد الله فيهم وفيهم فقط في المخلصين لهذا الوطن. وبالتالي احنا فخورين بهذا الشعب وبهذا الوطن، فخورين بشبابنا، فخورين بموقعنا الجغرافي العظيم اللي هو ثروه في حد ذاته. ثروه في حد ذاته هذا الموقع الجغرافي لمصر. وبالتالي مصر راح على فين؟ راح الى الافضل وراح الى الاحسن ان شاء الله. لكن هذا الافضل وهذا الاحسن وهذا الاكرم وهذا الاعدل وهذا الابرح كله لما نصل ايه بدون دم لازم ندفع دمه. هناك ثورات كثيره قامت واعتدلت الاحوال في وطنها لكن دفع، احنا ما دفعناش ثمن كبير قوي ونرجو ان ندفع ثمنا كبيرا. احنا ثوره قامت بقدر كبير من الشرف والنزاهه حماها جيش مصر الوطني المهني اللي بنعتز بيه بعيدا عن اخطاء الاداره الحاليه الانتقاليه وسوء ادارتها وضوءها لكن في النهايه يفخر الشعب المصري ان ثورته حماها جيش، جيش اللي هو وقف عرض للشعب المصري مش من نوع اخر من نوع الشعب المصري. حمى هذا الجيش احنا الشباب اللي قدم نفسه وفي ثورات اخرى اراقه الدماء تكون في الثورات الاخرى. احنا بفضل الله حتى الذين اعتدوا على هذا الشعب وعلى ثرواته وعلى حريات وقمعوه وسجنوه، كل هؤلاء في ثورات كثيره كانوا يعلقوا على عوالم المشارف حينما تكون ثوره، لكن الشعب بتاعنا ما بيحبش منظر الدم، ما بيحبش رهبه الدماء، شعب له قيم للمعتز بيها وكل مطلبه العادل، والذي يجب ان ينحاز له كل وطن شريف ان يقدم هؤلاء كل ما لوثت يده بدماء واموال المصريين لا يمكن ان يكون خارج نسق وبيت القضاء المصري اللي ماسك فيه ماسك انه هيحاكم هؤلاء الذين اعتدوا على اموال وحريات هذا الشعب. وبالتالي احنا ليس امامنا طريق غير الطريق الديمقراطيه. ما فيش طريق ثاني نو واي زي ما بيقول غير ان احنا نسير في طريق الديمقراطيه ونرضى بنتائج الديمقراطيه رغم اختلافنا احيانا مع نتائجها. ان حصل انتخاب للسلطه التشريعيه انا شخصيا لا كنت راضي على قانون الانتخاب وطريقه الانتخاب ولا نتائج الانتخاب. لكن ليس امامي الا ان اضرب تعظيم سلامتك لنتيجه الديمقراطيه والا لو دنينا مترددين او نريد البعض منا ان يفصل الديمقراطيه على مآسه او على كيفه او يمارس الديمقراطيه بشرط ان تاتي من هو متفق معي ولا تاتي للمخالف ليا في الراي ما تبقاش ديمقراطيه. عملنا تحت اشراف القضاء المصري انتخابات للسلطه التشريعيه العالم كله شهد انها كانت انتخابات نزيهه بغض النظر عن بعض الخروقات التي شابتها ادت ببرلمان لابد ان ننسعه واولى المعاونه لهذا البرلمان ان نظل نرحمه وننقده من اجل ان يجود ذلك. الشعب المصري خلاص لن يعطي لاحد شيك على بياض، لا للسلطه التشريعيه ولا للسلطه التنفيذيه. انتهى عهد الفراعنه الذين حكموا مصر، وانتهى عهد اللي كان يتصور فيه هؤلاء الفراعين انهم
أخذوا شيكاً على بياض من الشعب المصري، حتى إن أحد رؤوس السلطة الفائدة أو الماضية كان لما بيقولوا له ده الانتخابات ما حضرهاش إلا 5% بس من الشعب من المقيدة أصواتهم في جداول الانتخاب. قال ما هو 95% التانيين وكيلون عنه وهم موافقين عني، عشان كده هم ما بيجوش قدر. قدر من الاستخفاف لهذا الشعب وقدر من الاستقطاب لهذا الشعب في الممارسة السياسية والاقتصادية، تصور منهم إن الشعب المصري شعب يعني زي ما كانوا هم بيقولوا علينا شعب غلبان، ويطلعوا الجنرال وزير الداخلية بشوية قصي وشوية أمن مركزي. شباب مصر كسر هذه الحلقة الجهنمية للنظام السابق وغيره من الأذن التي استبدت بهذا الوطن وبهذا الشعب. لا نريد ألا نكسر الحديث عن الماضي، الماضي كله عشناه بآلامه وبؤسه، عشناه كلنا. إحنا نريد وبرنامجنا بنركز على هذا أن نبني المستقبل. نريد أن الثورة قامت لبناء المستقبل، ليس لتظل تتباكى وتصدر قوانين الحزن والبؤس على الماضي. الثورة قامت لبناء المستقبل. استقبل مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي. نريد أن نبني المستقبل. مش هنبني المستقبل، مش فصيلة هيبني المستقبل لوحده. ما فيش حد معاه عصايه سحريه ولا رئيس جمهوريه ولا حكومه هيعمل كده حلو لو لم نتكاتف جميعا ونتواصل جميعا ونعيد قواعد التعاون والتواصل بيننا جميعا مهما كان درجه الخلاف بيننا، ونحول الخلاف السياسي او الخلاف الفكري الى اداه ايجابيه لبناء الوطن وليس اداه سلبيه ليعوض بعضنا بعض. نحتاج لقدر من التجرد الوطني لخدمة هذا الوطن وليس قدر من الاستحواذ الذي ألوم أنا فيه الأغلبية التي حازت على أغلبية سياسية حتى الآن بأنها تميل لقدر من الاستحواذ تحت زعم إن ده حقها هو حقها.